على كل الاحوال احنا بنرحب بيكم في بدايه حلقه النهارده من الاهلي في رمضان. زي ما نهاوند قالت لكم اكيد هنتكلم مع حضراتكم في كتير جدا من الموضوعات. في الجزء الثاني والاخير من حلقتنا النهارده هنسعد بوجود اسلام حسن وهو كابتن الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي اللي ان شاء الله هيكون منورنا وهيتسحر معانا النهارده. اما نشوف بقى شيف محمد مجهز لنا ايه من خيرات. بالظبط كده. واحنا يمكن كل اثنين الحمد لله بنيجي او يعني وشنا حلو والله بجد ان احنا كل ما بنيجي حلقه بيبقى في خبر حلو عن الاهلي. احنا بنتكلم دايما ان الاهلي حقيقي مفرحنا، بنحب نهني حضراتكم ونهني نفسنا اكيد لفريق الاهلي لكره اليد رجال اللي فاز ببطوله كاس مصر. يعني مبروك والف مبروك، وكان اداء كمان رائع جدا. النهارده هيكون معانا زي ما قلنا هنتكلم مع كابتن الفريق عن الانجاز ده. ومره ثانيه مبروك لكل اهلاوي. حاجه جميله جدا ان انت بتتكلم ان الاهلي مش بس على صعيد لعبه معينه ان هو يعني بيفرحك او بيحصد بطولات، لا انت كمان بتتكلم ان رياضات مختلفه جدا. 2020 كان وشها حلو قوي على النادي الاهلي، وقلنا يا رب 2021 يعني كمان تكمل بسعاده وبطولات وشكلها كده ان شاء الله، لان احنا بنتكلم برده في مش بس في اليد، في رياضات مختلفه وان شاء الله كمان في كره القدم. فحاجه اعتقد يعني فخر لكل اهلاوي بجد. يا مسهل الحال. الحقيقه طبعا الفوز اللي بتتكلم عنه نهاوند يعني ما جاش اولا بالساهل بطبيعه الحال، ده جه بعد ايام قليله جدا 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 من مباراه كلنا تابعناها وكلنا كنا قاعدين حاطين ايدينا فيها على قلوبنا. طبعا جاءت هذه المباراه بعد خساره بطوله الدوري في مباراه فاصله بذل فيها الحقيقه كل اللاعبين جهد كبير جدا. شكرا للجهاز الفني، شكرا لكل اللاعبين على مجهودهم المحترم على مدار مشوار هذا الموسم بالكامل وتقديمهم لاداء متميز وتحقيق نتائج تلبي طموحات النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العريقه. فعلا الفوز ببطوله كاس مصر يعني لكره اليد خطوه طيبه جدا. وبالمناسبه زي ما الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قال ان الفتره اللي جايه ان شاء الله هتحتاج من الكل يعني بذل جهود مضاعفه على كل الاصعده وعلى كل المستويات لاسعاد جماهير النادي الاهلي. طبعا كلام محترم جدا وبيعبر عن نهج النادي الاهلي اللي دايما بيكون حريص انه يفرحنا ويسعدنا ويزود دولاب البطولات. هو ده النادي الاهلي كما تعودنا منه، البطولات الامجاد والانجازات. بص انا هقول لك على حاجه كمان يعني محترمه جدا، واكيد هنتطرق مع ده مع ضيفنا زي ما قلنا اسلام حسن. ولكن الفكره كلها كمان يا كريم في ان لما بيبقى في نادي بيحصل بطولات هي بتبقى راجعه بشكل كبير كمان للاداره. لما يبقى عندك طبعًا اداره قويه واستقرار في الاداره وفي نظام، فده بينعكس على اداء اللعيبه في اي طبعًا رياضه كانت. فاحنا الحمد لله نادي الاهلي وعلى مدار يمكن مش هنقول سنوات بس، بنتكلم على عقود. فاحنا بنتكلم في بجد احنا عندنا اداره قويه جدا. مش مهم الاسم بس، الاداره نفسها بيكون هذا الكيان قوي دايما بيكون حريص ان هو يعني يحط اللاعب في اطار اللي هو زي ما بنقول كده الفوز وبس. فحاجه جميله جدا، راحه نفسيه بتكون موجوده كمان لاي فريق موجود. فاعتقد كل ده بينعكس على الارقام او على البطولات اللي بيحصدها الفريق في الاخر.